قاطع المياه والحمد لله. احترم رأيه، كل واحد إلى رأيه الخاص بفاطمة. منا بعد ما بيجي. لا بالله رأيهم الخاص. إخوان إذا هيك يقطع التصوير يعني يزعج. إيه لا لا ما أريد أي تصوير. كلش كان ما. هاي إجرالك 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 ما يكون خارج إلا طيب. لا 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 شو هذا؟ قولي يا حسين. هاي الواد اللي جايك أم حسين. قولي يا حسين. لا وش الحكي هذا؟ شنو قصرتوا يا أخوان؟ والله إحنا هذا ما ندور، إحنا ندور الجذر. ندور القاضي طلابة الوادي. ندور الماء التدخيله، ندور اللي يحول عده يقول له قبل غير هيك شيء. اعزائي المشاهدين، هاي رسالتنا وهذا وضعنا في الموجود في داخل البيوت، البيوت اللي يعني في داخل البيوت. اريد نوصل رساله بانه احنا برنامجنا هادف وهدفه هو العفو عند المقدره.